إذن مشاهدي شوف تي في، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتابعات، كنحييكم ديال الجوجدة في هذه الأجواء المسائية. سنة سعيدة ونحن في اليوم الثالث من رأس السنة الميلادية. كما كتعرفوا دائما هذا الشهر الأول ديال كل سنة كيدوز طويل بزاف سبحان الله، موراه كيجي شهر فبراير اللي كتكون فيه إما 28 يوم ولا 29 يوم كما كنعرفوا. إذا نتمناو حنا السنة هذه تدخل عليكم بالصحة والعافية، وكذلك باش نتمناو إن شاء الله وتموا العائلات ديالكم. وكما كتعرفوا هذه السنة للمرة الثانية دوزنا أجواء غير معتادة، لأنه كما كتعرفوا منعوا الحفلات منعوا السهرات حظر التجول الليلي بطبيعة الحال. إذا مجموعة تاع الأمور اللي حرمنا منها في هذه كورونا، لهذا دائما كنصح وكنقول لخوتي خواتاتي الله يجازيكم بخير ديروا الفاكسان ديالكم، لان غادي يجي واحد النهار يقدروا يديروا حظر كلي، وغادي اللي غادي صراحه اللي غادي يمشي فيها واللي غادي ياكل الدق هو هذاك الانسان اللي داير الفاكسان، لانه كاين بزاف تاع الناس اللي دايرين الفاكسان خوتي، ومنهم فنانه منهم اللي مازال ما رجعوش الخدمات ديالهم، يعني ماشي ضحايا ديال كما كنقولوا حنايا ديال يعني واحد الناس اللي ما باغيينش يديروا الفاكسان. وكذلك كان واحد معتصم بالله تبارك الله عليك خويا، وكان واحد القضيه مهمه انا خصك تعرفوا، هذه الوفيات ديال الناس اللي كتموت اوميكرون كلهم ما دايرينش الفاكسان، هي باش تعرفوا هذه القضيه. اما اللي كيتصابوا باوميكرون كلهم كيتشافوا دغيا، وما كتكونش هذيك الحاله حرجه، ما كيوصلوش هذيك ليطاب، لان كما كنعرفوا الفاكسان ماشي كاع ما كتشدكش كورونا، ولكن كتشدك وما كتوصلش لهذيك الايطاب الحرجه. اذا الناس اللي دابا في الانعاش وعندهم حالات حرجه على حساب التحريات وعلى حساب الدراسات اللي دارت والبحوث اللي دارت بينات بلي انهم 98% او 99% كلهم ما دارينش الفاكسان، وكاين اللي فيهم دابا كيقول يا ربي غير نتشافى ونبرا غير نخرج الانعاش نوقف على رجليا ندير الفاكسان ديالي. اذا الانسان ما يوصلش راسو حتى لديك الدرجه نتاع لان الخطوره ديال كورونا راه ما يعرفها غير اللي مرض بها، لكنهم يعني شفتوها دلتا واوميكرون، دلتا بلي بور يعني صعيبه بزاف، لان اوميكرون كما كنقولوا حنايا اوميكرون اللي واحد الفيروس اللي كما كنقولوا حنايا جديد واكثر انتشارا من كورونا العاديه 70 مره، تخيلوا 70 مره الاخرى الا كانت واحد كيس يعدي 70 واحد غادي 70 غادي تضربها في 70 مره، يعني راه زعما شي حاجه اللي صعيبه بزاف. نتمنوا ان شاء الله الخير ونسالوا العافيه لجميع المصابين بهذا الوباء اللي صراحة صعيب وصعيب بزاف، اللي ما قدرناش حنايا كما كنقولوا حنايا نتوالموا معاه، ولا كما كنقولوا حنايا مانيش عارف يعني نتأدبطاو معاه بهذا المعنى. إخوان أخوات يعني سنة جديدة نتمنى أنها تدخل علينا بالمسرات، وكما كتعرفوا حنا قالوا لنا لازم يدير الفاكسان، وكما ما ضروري لان علاش انت داير الفاكسان تقدر تكون فيك كورونا، تقدر تعدي واحد اللي ما دارش الفاكسان، هذا هو الاشكاليه اللي كاينه. دابا هذوك اللي ما دارينش الفاكسان راهم حنا اللي دارين الفاكسان كنشكروا عليهم خطوره، وهما كيشكروا الخطوره على راسهم، والناس ما فاهمينش هذا الشيء. هذا الله يهديهم وصافي والله صراحه، يعني كنتاسف انه كنشوف حنا فريمون عايشين مزيان عادي، يعني واخا كاين الناس اللي محرومين من العمل ديالهم وصابرين وهذيك، ولكن باقي الستريس والخوف، باقي هذاك الستريس والخوف ويعني مجموعه تاع الامور، يعني باقي الستريس والخوف ومجموعه ديال الامور خوتي خواتاتي اللي صعيبه بزاف، اللي غادي تخلينا حنايا ما غاديش نعيشوا هذيك الحياه العاديه. راه الحياه العاديه الا ما كانتش عندها هذيك الراحه النفسيه راه بحال اللي ما راكش عايش اخويا، هو غير باش نكونوا يعني باش نكونوا متواضحين، الحياه عاديه بدون يعني راحه نفسيه وراحه ماديه ليست بحياه، وخا راك تخرج وراك تسارى وراه هذه ما
ما تما حاله صراحه. لهذا كنقول لخوتي دائما يعني، واي واحد حتى في الاصدقاء ديالي في العائله ديالي، كنحاول دائما نوصل هذه الميساجات، كنعطي امثله. والله الا شوفوا الانسان شي نهار غادي ما مقتنعش كاع، يشوف شي واحد مريض بكورونا ولا يمشي كاع للمستشفى يقول لهم الله يرحم والديا فهمتي يقتنع باللي كاينه كورونا كاع. اسيدي وريوني انا نشوف هاد الناس اللي في الانعاش واللي هادو، ودخلوا تشوف. قسما بالله العلي العظيم كنا كنمشيو نديرو غير ريبورتاجات، كتخرج ومخلوع، لان حنايا صغرناها بزاف هذيك الكلمه تاع كورونا، صغرناها بلا تجينا عاديه. ولكن عندما ترى بام عينيك هذا المعنى، هذا غادي تشوف العجب العجاب. ثم عاد غادي كما نقولوا حنايا تقتنع، وغادي راسك يوجعك وتبقى تقول شنو كندير، شنو راني كندير، خاصني نراجع راسي وخاصني نراجع يعني حتى القناعات ديالي بهذا المعنى هذا. لانه صعيب تدخل وتشوف واحد السيد كيموت هكا، راه كي كنقول لكم انا تدخل تشوف واحد الانسان كيموت راه كيموت طبيعة الحال. لهذا كنتمنى ان شاء الله هذه السنه الجديده تدخل علينا بالصحه والعافيه وبطول العمر ان شاء الله. وكنظن انه الانسان عاوتاني يستافد من الاخطاء ديال الماضي، لان دائما اخطاء الماضي واحد الاخطاء اللي يعني ما نخليوهاش تاثر علينا، نخليوها تعطينا واحد العزم وتعطينا واحد العزيمه باش انه نزيدوا لقدام، ونحاولوا كما كنقولوا حنايا نكونوا مزيانين بهذا المعنى في حياتنا العمليه والشخصيه. والحياه فيها النجاحات وفيها الاخفاقات، ودائما باش تكون ناجح راه خص تكون اخفاقات، لان اي واحد غادي تسولو ما جاش وصل لواحد المرتبه اللي هو فيها غير هكاك، راه ضروري كيكون وقع له في حياته مجموعه ديال الاخفاقات كيستافد منهم طبيعه الحال. انا كان عندي اخطاء في حياتي طبيعه الحال، ومن بعد صححتهم ونجحت. اخفاقات لا في العمل ولا في الحياه الطبيعيه ولا في مجموعه الامور، ولكن دائما من الاخطاء نستفيد طبيعه الحال، وهذه هي سنه الحياه. نحن بشر كنخطئوا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي معصوم الخطا بهذا المعنى هذا. حتى حنايا عاوتاني الانسان يحاول ما يخطاش، ولكن نهار تخطا حط هذاك الخطا وميتريزيه مزيان، حلو مزيان، فين كان الخلل، وحاول نهار طيح شي موقف ولا تبغي دير شي خطوه بهذيك الخطوه الخاطئه اللي درتها تراجع عليها وتصحح، لا في المعاملات لا في التجاره لا في الخدمه لا في القرايه لا في الاختيارات ديالنا. بعد ما ترى الاختيارات تكون خاطئه، الانسان يحاول يصحح حتى الاختيارات ديالو، الاصدقاء ديالو، لونتوراج ديالو، العائله، بزاف ديال الحوايج. خوتي خواتاتي، انا كنت واحد القطاع كنتفرج افلام، كتشوف واحد الانسان كيكتب اليوميات ديالو شنو وقع له هادي، ولكن هذوك الستوري اليوميات راه الانسان وكان غادي تجي ترجع نهار غادي تجي توقع في شي موقف، غادي ترجع لهذيك اليوميه ديالك في السنه الفلانيه وقت لي هذه، نتذكر شنو وقع لي. اذا دائما يعني كتذكر وكتعقل وكتقول اودي راه فريمون خصني نستافد من هذا الخطا، ما نعاودش نفس الخطا، لان هذه هي سنه الحياه. الانسان يرتب حياته، الا كنت عارف ترتب حياتك وترتب المسار ديالك وترتب الافكار ديالك وترتب يعني كل ما هو، لان الحياه راها الحياه راها ماشي غير احنا غاديين، الحياه راه دايره بحال شي معادله ديال الماط، الا عرفت تحلها راك غادي تنجح، ما عرفتش تحلها غادي تبلوكا وغادي ترجع للصفر بهذا المعنى هذا. لهذا الانسان يحاول دائما يحل هذوك المعادلات، وباش تحل المعادله خاصك ضروري واحد
واحد كما كنقولوا حنايا القاعده اللي تخدم بها الانسان دائما يحاول يدير واحد القاعده في حياته اللي يخدم بها واللي السلام عليكم بكلايك لاباس خير واحد القاعده اللي يخدم بها اللي هذيك القاعده دائما هي اللي كتخليك تحل هذيك المساله. اما غادي تجيك واحد المساله في الحياه ديالك واحد المساله في الحياه ديالك وما عندكش واحد القاعده تحلها بها غادي تبقى مبلوكي تما ولا غادي دير شي حل اللي غير مدفوش بهذا المعنى هذا وغادي تخسر. لهذا الانسان دائما دير واحد القاعده اللي تمشى عليها هذيك القاعده هي اللي تخليك تحل المشاكل ديالك تخليك هي اللي تنجح في الحياه ديالك هي اللي تخليك تمشى في واحد المسار اللي زوين هي اللي تخليك تبعدك على الاخفاقات وطبيعه الحال والخطأ وارد. مثلا بعض المرات في الفيزياء كيقول لك ارتيابات في القياسات يعني مرات كتخطأ واحد في المية ولا زوج في المية ولا هذاك القياس ما كيخرج لكش نيشان ولكن تعتبر في الفيزياء رغم انه بالقاعدة الارتيابات في القياسات تعتبر الإجابة صحيحة. الو واخا ما تنجحش واحد الحاجة 100% مثلا غير 98% ولا هذه المهم انك بالاعتبارية ديال الارتيابات في القياسات في الفيزياء انك ناجح. وهذه الانسان خصو يكون يفكر بحال هكا الا ما كنتش تفكر بحال هكا راه عمرك ما غادي تزيد لقدام. اذا تحيه طيبه نتمنوا انه تكونوا كل استفدنا مع بعضياتنا طبيعه الحال انا كنستافد معكم وكنحاول دائما نحرك العقل ديالي والدماغ ديالي نجبدوا افكار وتجارب نقاسموها بيناتنا طبيعه الحال على قناتكم شوفوا.